موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اتفضل يا رمي. شكرا لك يا فسانت. مشاهدينا أهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ مع رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش اللي أعلنت التصنيف العالمي PSA التصنيف العالمي خلال شهر يناير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع رقم 191 في تاريخه. كمان أعلنت رابطة PSA للاعبين المحترفين للسكواش التصنيف العالمي للسيدات في شهر يناير الجاري، وأصلت نور الشربيني لاعبة سبورتينج هيمنتها على صدارة التصنيف العالمي للسيدات، وده بعد تتويجها مؤخرا ببطولة فلوريدا المفتوحة للسكواش، بينما تقدمت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة للمركز الثاني. منتخب مصر خاض تدريبه على ملعب جاردان بالعاصمة الإيفوارية أبيديجان استعدادا لمواجهة غانا يوم الخميس اللي جاي، وده في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. وشهدت التدريبات جلسات استشفائية للاعبين اللي خاضوا مباراة موزمبيق، وأدى باقي اللعيبة تدريبات بدنية ثم تقسيمية. ومنتخب السنغال حقق الفوز على منتخب جامبيا بنتيجة 3-0 في اللقاء اللي جمع المنتخبين امبارح ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة الكان 2023، وده في إطار الجولة الأولى بدور المجموعات. كمان منتخب الكاميرون اتعادل مع منتخب غينيا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي اتلعبت في بداية مشوارهم في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وكمان منتخب الجزائر تعادل مع نظيره الأنجولي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023. بالنتيجة دي اقتسم الفريقين نقاط اللقاء في انتظار مباراة بوركينا فاسو ضد موريتانيا اللي هتتلعب النهاردة لمعرفة متصدر المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى. هنروح لبطولة كأس آسيا ومنتخب الأردن اللي فاز على منتخب ماليزيا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب استاد الجنوب في قطر ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لدور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023. ومنتخب البحرين خسر من كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1 في المباراة اللي اتلعبت في إطار مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2023. ومنتخب العراق حقق الفوز على نظيره الاندونيسي بنتيجة 3-1 ضمن في المباراة اللي جمعتهم امبارح في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا. بالنتيجة دي بيحتل منتخب العراق المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، وده برصيد 3 نقط بالتساوي مع منتخب اليابان، فيما تزيل منتخب اندونيسيا الترتيب بلا رصيد من النقاط بالتساوي مع منتخب فيتنام. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم إنتر ميامي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا ذا بيست في حفل جوائز ذا بيست 2023، وأقيم في لندن بحضور أساطير نجوم كرة القدم في العالم على رأسهم جياني إيفانتينو رئيس الفيفا. كمان المدرب الإسباني بيب جوارديولا تم تتويجه بجائزة العام ذا بيست 2023 والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأفضل مدرب في العالم. البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي توج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم ذا بيست 2023 والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. الإسبانية إتيانا بوناميتي لاعبة فريق برشلونة توجت بأفضل لاعبة في العالم في ذا بيست 2023.